طيب يا جماعة، في حاجات عايز اتكلم فيها مهم. النهاردة الحلقة عن العجل في العربية، بس الاول عندي تعليق مهم شوية عن الفيديو بتاع الثاني الدقيقتين اللي حبيت اوريكم الكاميرا الجديدة بتاعتها والتابلت الاندرويد اللي حطيناها فيها. بصوا، انتوا مش عارف ليه بتفترضوا دايما قلة المعرفة. يا جماعة انا عارف ان دي مش موديل 21، دي موديل 13 14، والوكيل بقاله بينزلها سنين ورا بعض زي بالظبط حكاية الفيرنا، كلنا فاهمينها. بس ما تنكروش، وانا سايق دلوقتي اهو يمكن شايفينها، ما بين كل ثاني وثاني في 2 ثاني في النص. يعني انا دلوقتي في الشارع، ثاني هنا ثاني هنا ثاني هنا ثاني ورايا، ثاني في كل حتة، الثاني في كل حتة يا جماعة. فلازم تقدروا ان العربيه دي بايعه كتير قوي ومهمه لناس، لفئه كبيره من الناس، فما تستقلوش بيها. فيها مشاكل، وهي عربيه مدينه صرف، يعني تشغلك اوبر مش هتسافر بيها، واخرها 120 كيلو في الساعه، وفيها عيب شاسيه انا عارفه، وفيها السره بتاعه الطنابير بتضرب وبتصفر لوحدها، فيها عيوب كتير قوي. بس من كتر ما هي منتشره قدامي هم اتنين تاني غير اللي قبل كده، اسعارها رخيصه جدا، وممكن يعني وانت جنب البقال يبقى عنده مثلا مساعد عادي خالص من كتر ما هي منتشره. فدي حاجه ما تستقلوش بيها. انا عارف يا جماعه والله تاني ان دي مش عرب موديل السنه خالص ولا يعرفه. الراجل بيحاول يجود على اللي عنده خلاص. ما قلت لكم مش تشتروها، ومحدش قال لكم اي حاجه. انا بقول لكم اللي جد في السوق ايه اهو. كنت بعمل صيانه للعربيه الاودي، والاودي جنب بي ام دبليو، كان عندي وقت فاضي قلت اشوف. قال لي عندنا دي جديده، اصورها. ماشي يا جماعه، والحكايه كلها اخذت دقيقتين بالعدد، يعني او دقيقتين ونص عشان الدقه بس. يا ريت ما تستخفوش بعقول الناس قوي، انا مش مغيب، انا حياتي كلها عربيات. الفيد بتاعي على كل السوشيال ميديا يعني عربيات. ومن قبل ما اعمل القناه هي قصه كده معايا ادمان ما تفهموش ايه، وخلاص. فمش مغيب يعني، ما تقلقوش. ومش بحاول ابيع لكم دي، ولا عايزكم تشتروها اصلا. اللي عايز يشتري هو حر، ومع عمري ما هعمل لها ريفيو عشان تبقوا عارفين برضو. بس هيتقال عليها ايه، شكلها يقرف مثلا، ومش فاهم ايه لازمه الديزاين بتاعها. وعلى فكره معلومه تانيه فوق البيع، شركة نيسان العالمية كلها متعسرة جامد. واحد بزمر له، معلش يا جماعة قرر يقف لحظة. فما يعني بس فنيسان شركة متعسرة. ولما جيت اسأل في الوكيل وانا بصوره، قلت له طب هي فين الموديل الجديد الشكل الجديد؟ قال لا مش هننزله. طب قلت له والسنترا، السنترا دي برضو نزل عليها 2 جداد. قال لا هننزل اللي هو برضو القديم. هما شغالين كده وبيبيعوا، شوفوا الناس اللي قاعدين عندهم في خدمه عملاء قد ايه، فيعني شغالين. مهم يعني، فما تستخفوش بعقلي من الاخر، ولا تكونوا فاهمين ان انا بقول لكم دي دعايه. انا بقول لكم ده جد في العربيه وخلاص، شكرا ميرسي. طيب دلوقتي هتكلم على الكاوتش، عشان السفر الايام دي كتير والناس بتسافر، وكان لسه في حادثه الحمد لله صاحبها نجي منها في عربية بي ام دبليو اكس 3 2000 سي سي. تمام، معلش بحاول على الزاوية، فلازم اخد بالي ان في الناس اللزاز ما يطشونيش. العربية منظرها على السوشيال ميديا يقلق، وبيقول لك كان ماشي على 120 وما عرفش ايه اللي حصل، وعلى طريق الجلالة، والعربية اتقلبت بيه، والعجلة اللي ورا الكاوتش انفجر، قصص كده كتيرة قوي انا مش فاهمها. ولكن اولا برضو هعلق لكم على الحوادث. الحمد لله صاحب اللي سايق العربيه نيجي منها، وما كانش في حاجه عليه، العربيه انقذته، يعني انظمه الامان اللي جواها انقذته. ولكن لازم تبقوا في حاجه عارفينها، الحوادث لا قدر الله بتحصل بسرعه قوي، مش هتلحق تفهم حصل لك ايه. فاللي بيستنتج ده بيجود، يعني لو يقول لك اصل انا وانا ماشي لقيت ايوه الزلطه. لا صدقوني الحوادث ما بتحصلش كده، الحوادث بتحصل كده وما بتفهمش اللي حصل في 90% من المرات. اللي بره فاهم وشايف كل حاجه، انت مش شايف ولا فاهم، انت بتجيلك النتيجه. وبالذات لو حاجه انت مش شايفها، زي مثلا يحصل له تهتك في الفرده الخلفيه. تمام، ف لازم الناس تفهم الاول برضو ملابسات الحادثه كالعاده. دي حاجه، وده اللي بيجيبنا للموضوع الرئيسي اللي هو الكاوتش، وبالذات الكاوتش الران فلات. تمام، الكاوتش الران فلات
على قد ما انه تكنولوجيا راقيه جدا، ومفروض الميزه اللي فيه ايه يعني ايه لازمه الكاوتش الران فلات، وايه اللي بيخليه لذيذ قوي، ان الجزء الجانبي الحيطه يعني اللي بيسموها السايد وول اللي هي شايله العجله فعليا ناشفه جدا، وحتى لو الكاوتش ضغط الهواء فيه نزل قوي الا انه ايه هتعرف برضو تشيلك فعليا لانها ناشفه. في المقابل المعهود ان انت بتاخد كاوتشه فعلا ناشفه لانها من غير ما يبقى فيها هواء او هواء قليل قوي تعرف هي تشيلك وانت ماشي. ده الران فلات، ده جزء كبير من التكنولوجيا بتاعته في ما يسمى السايد وول، الحيطه الجانبيه، معرفش بتسموها ايه بقى اللفظ المظبوط بالعربي مش عارف، هو اسمه سايد وول. وانواع الران فلاتس كتيره قوي قوي وملهاش اول ولا اخر، وانا شخصيا من التجربه الخاصه اللي كان عندي ران فلاتس عديت على بيرالي وعديت على حاجات كتير قوي. لو عربيه زي دي فيها ادابتيف سسبنشن الران فلات مش هيضايقك في اي وضع كويس، لان الادابتيف سسبنشن بيخلي الركوبه متغيره حسب اللي بيحصل. ولكن لو العربيه ما فيهاش ادابتيف سسبنشن زي غالب العربيات هتبقى مزعجه وهتدبدب وهتقرفك وحاجه صعبه قوي. فانا انصحكم، وده مش اعلان لكونتيننتال، ده رايي شخصي عشان عارف نظريه المؤامره، يقول لك انت بتعمل اعلان لمعجون سي، انا اسف، بتعمل اعلان اي بطيخ صيني. كونتيننتال الران فلات تايرز بتاعتهم طريه قوي، الحيطه الجانبيه فيها خفيفه جدا كده ولذيذه يعني تمام. فاقل عجل من خبرتي انا الخاصه اللي بيدبدب. طبعا المقاسات وكده ممكن تخلف من ماركه لماركه، وممكن تلاقي في مقاس كاوتش احسن من كاوتش، ده كلام انتوا هتعرفوه اكيد لو بحثتوا جوجل ولا عملتوا شويه ابحاث خفيفه كده تمام. طيب ليه الران فلات خطير؟ لانه عيوبه ما بتبانش بسهوله، اللي هي البلالين، اخدت مطب جامد، الحيطه الجانبيه دي عباره عن زي الساندوتش كده، حتتين كاوتش او اكتر ملزوقين على بعض، لما بتاخد خبطه جامده قوي بيحصل ايه للكاوتش؟ بيفتح في حته صغيره كده والهواء يبتدي يتسرب جواه. طب لما الهواء بيتسرب بيحصل ايه؟ سعادتك بتشوف البالونه. بس بقى المشكله ايه؟ ان ممكن تكون البالونه في مراحل متقدمه لسه ما كبرتش، ما نفختش هواء كتير وابتدت تحصل. فلازم قبل ما تسافر مهم جدا جدا تمشي على جنب العجل بعينك كده، تبص عليه من فوق ومن تحت، وتتاكد ان مفيش اي حاجه على سطح الكاوتش تبدو زي بدايه بالونه او بالونه صغيره. لو اشتبهت اقف وروح شوفها عند بتاع عجل. مهمه قوي المعلومه دي فوق الوصف، ومن واقع خبره برضه ان ممكن يطلع لك بالونه صغيره قوي وانت ما تبقاش واخد بالك، مع السرعه والقياده السريعه تبتدي تطلع وتكبر وتكبر بسرعه كمان، ودي مشكله، وانت ما تبقاش دريان لان كل حاجه بتزيد مع السرعه بتتفاقم وانت مش واخد بالك، ولا قدر الله تحصل المشكله. اوكي، فده الران فلات وما بيتعالجش. لو الحيطه الجانبيه دي حصل فيها ضرر وبقللت، شكرا السلام عليكم، هترميها في صفيحه الزباله بس كده. طيب بالنسبه لضغط العجل وضغط الهواء، في ناس تقول لك نيتروجين ومش نيتروجين، انا مش متاكد قوي من النيتروجين دي، هقول لكم ليه. لان بيقول لك هو بالانجليزي للاسف بيسموه inert gas، يعني لا يتعامل مع التغييرات الحراريه وما بيستجبش للحراره، لو الحراره زادت في العجل او قلت هو برضو ايه ما بيستجبش. ولكن ما هو برضو الهواء الطبيعي اللي انت بتملى بيه ده 70% ولا مش عارف صلحوني يعني مش فاكر كام في الميه منه نيتروجين اصلا، فالنيتروجين النقي قصاد النيتروجين اللي موجود في الهواء اللي هو غالبيته نيتروجين، ما اعرفش. anyway في ناس بتحلف بتقول لك النيتروجين ده احسن حاجه ومش عارف. ما علينا، ضغط العجل عندك على القايم ده لو فتحت في 90% من العربيات هتلاقي ضغط العجل مكتوب، وما تستقلش بيه وعمرك ما تعمل لها اقل ولا اكتر. ولكن برضو في اسلوب لقياس ضغط العجل، في ضغط العجل هو دافي بيعلى، تقيس ضغط العجل وهو دافي مش بارد قوي ولا هو سخن قوي، تقيسه دافي يعني يدوب مشوار للعجلاتي وشكرا تمام. برضو مهمة قوي دي، اهم حاجة في العجل ومحدش يحيد عنه. ضغط العجل لما يبقى واطي بزيادة، يعني العجلة على الارض بزيادة، يقولك عشان ما بتدبدبش. تعال بقى في الفتح،
بتطريها، صح بتطريها، ولكن مقابل ايه؟ بالذات في الكاوتش اللي فيه لحم قليل، الجنط من جوه بيبقى عامل زي السكينه على الكاوتش، بيبقى ملحم فيه، بيلزق فيه، عمال بيقص فيه زي ايه؟ زي السكينه، وتلاقي الكاوتش انهارت بسرعه قوي. يعني كوارث بالذات اثناء المطبات، او ان العربيه بتترجرج في الاتجاه ده، اللي هي بتحط ضغط على الكاوتش، فدي برضو مهمه. الضغط العالي كارثي بيؤدي الى الانفجار. المهم روح العربية كلها في الكاوتش ده أهم حاجة. وإحنا الأيام دي في سفر، والناس لسه هتسافر مش عارف إزاي بكورونا، بس في ناس بتسافر الأيام دي، شجاعة بالنسبة لي يعني. خدوا بالكم، تتأكد كمان واحدة من الحاجات المهمة قوي من العجلات شخصيا، لأنه كتير قوي من الأجهزة بتاعتهم بتبقى بايظة. يعني إيه؟ أنا حصلت لي مرة بقول له الكاوتش ده من فضلك على 32، ده على 35، وعمال يعني ودايما بنزل واقف جنبهم تمام، ولكن رجعت لقيت الكاوتش انا عندي المقياس بتاعي ديجيتال محترم، ماركه محترمه، ما بيجليش، مش يعني مش تحت السلم يعني تمام، لقيته عامل لي الكاوتش 40، وده انا من البيت من المحطه اللي هي مسافه دقيقتين. فطبعا العداد عنده ضارب، العيب مش عليه، يمكن هو سرحان، المشكله في المكنه يا عالم، ولكن كارثي يعني، كارثي بمعنى الكلمه. فخدوا بالكم الحته دي، الحته دي مهمه وبس. وتاكدوا دايما من سلامه العجل، مقدار اللي ما يسمى في بالانجليزي، برضو انا اسف يا جماعه اللفظ خايلني بالعربي، ما يسمى التريد، مدى عمق الكاوتش نفسه على الحته الثابته اللي هي من فوق دي، مدى عمقه، يعني في قد ايه تقدر تحط صباعك فيه يطلع لك قد ايه كاوتش، لان ده اللي بيتاكل وده اللي بيعمل لك اللزقه مع الشارع، فمهم قوي. بس كده دي معلومات مهمه كنت عايز اقولها لكم على الكاوتش وعلى الحادثه وعلى العربيه الصني، اخ من الصني. طيب يا جماعه خلص الكلام كده، استمتع انا بقى بالسواقه، احط العربيه في ريس مود واحط العفشه الناعمه وانطلق. يلا سلام، مجنونة، سلام.